ازيكم عاملين ايه؟ نازل رايح مشوار كده، هو مشوار مضطر اعمله لان انا رحت المستشفى اول امبارح زي اي مواطن او اي انسان لما بيحس بألم بيروح للاستقبال او بيروح لاي عيادة يكشف على السبب المرض اللي عنده او سبب الألم اللي عنده. فقالوا لي على فكرة اللي انت جاي بيه ده مش ما يعتبرش طوارئ، بس هنشوف هنعمل لك ايه، يعني خلي عندك شوية صبر وهنحولك للجراح. فقلت ماشي، اذا كان على الصبر فانا بصبر، يعني انا مصري وكنت بتشحطط في المستشفيات قبل كده. الساعة ساعتها كانت 10:30 كده، 11:15، فقلت ماشي انا هقعد اهوت. وانا جيت لهم بدري وصحيت وظبطت حالي، استنيت ساعة تعدي وراها مفيش اي حاجة بتحصل، عمال العب في الموبايل، جعت رحت جبت اكل ورجعت، مفيش اي حاجة بتحصل. حتى المرضى اللي قاعدين معايا زي ما هم ما بيتحركوش، كأن مفيش دكاترة في المستشفى. الموضوع دوت فضل لحد الساعة مثلا 5:30 6، بعد كده لقيتهم بينادوا اسمي لما يكون ايه، خلاص اكني جات لي القرعه بتاعت الحج كده من الفرح لما نادوا اسمي. دخلت جوه لقيت فيه زي اكشاك 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 كده، كل كشك فيه زي سرير، ده الايه ده الوحده بتاعت الاستقبال بتاعت. فقالوا لي استنى اقعد هنا اهوت وهنشوف هنعمل لك ايه. استنيت بتاع ساعه كده، ساعه ونص، وبعد كده لقيت الممرضه جايه لي تقول لي هنسحب منك عينات دم عشان نحللها لك. قلت لها مفيش تحليل دم، انا صباعي بايظ عايز اكشف عليه، ايه دخل دوت بتحليل دم؟ قالت لي لا، ما هو عشان نعمل لك العمليه لازم نحلل لك ونشوف بقى ايه دمك ملوث بتاع. فقلت ماشي حلو قوي، بيطمنوا فكده انا هعمل ضفري ويبقى زي الفل وهرجع اعمل العمليه ويبقى عملت اللي عليا. سحبوا مني دم وفضلوا مركبين في دراعي كده كانيولا كده بتاع كده كبيره، وقلت ماشي يبقى هيعملوا لي العمليه. بعد كده استنيت بتاع ساعتين لقيت الدكتوره جايه بتقول لي بص، بتبص على صبعي كده، بصت على صبعي بالظبط 30 ثانيه 20 ثانيه، وقالت لي طب استنى هروح اشوف نتيجه التحليل واجي لك. مش عارف راحت طولت قوي، انا من كتر ما طولت وانا كنت قاعد من اول اليوم في المكان فانا زهقت ومددت على السرير اللي كان محطوط دوت ونمت. نمت يعني، رحت في النوم لقيتها فجاه بتصحيني بتقول لي على فكره هو احنا مش هنقدر نعمل لك العمليه، بس احنا خلاص بص احنا اطمنا لك، اهو بتطبطب عليا كده، احنا اطمنا خلاص انك انت تقدر تعمل العمليه. عايز تعمل العمليه بقى لازم تروح لدكتور اسمه هاوس ارتست، او يعني الدكتور اللي هو ايه الممارس اللي هو اول ما بيبقى انت بتشتكي من حاجه بتروح له، وبعد كده الهاوس ارتست دوت يحولك على جراح، وكل ده لازم يتعمل واحده ورا الثانيه. فقعدت 12 ساعه في المستشفى عشان اعرف بس انا اقدر اعمل العمليه ولا لا، فلكم ان تتخيلوا. فانا دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي استفدتها من الموضوع ده ان الممرضة ادتني ورقة، او زي ما انتوا شايفين الورقة ديت كاتبة لي فيها الاماكن بتاعت الدكاترة وكده اللي انا اروح لها عشان اكشف عندهم وكده. وكلمتهم قبل ما اروح طبعا عشان احجز ميعاد عشان الدنيا ما تخربش، فقالوا لي تعالى النهاردة الساعة 4، بس انا مش عارف المكان بالظبط فين، فانا بحاول اروح له دلوقتي. يعني دلوقتي انا بشوفه في الجي بي اس اهوت، فهي مسهل روح دلوقتي للدكتور الحق بس عشان دلوقتي الساعة 4:15 والاوتوبيس عملها معايا، واشوف هعمل ايه. خلصت مع الدكتورة كانت كويسة إلى حد ما. دلوقتي الساعة 5، يعني قعدت ساعة إلا ربع جوه عبال ما كشفت عليا. هي ما كشفتش عليا، يعني هي قالت لي أنت عندك مشكلة في ضفرك؟ أه عندي مشكلة في ضفري، ف هحولك أو أديك ورقة إنك أنت تروح تكلم الراجل اللي هو بتاع الجراح يعني. فأنا دلوقتي المفروض أتصل بالجراح، معايا برضو في الليستة دي، الليستة دي تقريبا أهم من الدكاترة يعني، يعني هي اللي بتوديني للدكاترة. فانا هتصل دلوقتي بالدكتور او الدكتوره لان اسمها هيلجا، واشوف احدد معاهم ميعاد قبل ما يقفلوا. اتصلت بيهم بره ما ردوش عليا، شكلهم قفلوا النهارده بدري ولا حاجه على حظي، فهتصل بيهم بكره اشوف هعمل ايه. دلوقتي مفيش حل الا كده، فانا هستنى دلوقتي الاتوبيس
اشوف هعمل ايه. في واحدة ست واقفة ورا الكاميرا دلوقتي عمالة تبص لي بتقول ايه الشخص بيعمله ده، بس انا ما عادش فارق معايا، بعمل اللي انا عايزه. صوته عالي شويه عشان اتوبيس، معلش عشان هو في المانيا يعني يبقى لازم يكون صوته واطي عادي اتوبيس. المهم انا رايح الشقه القديمه دلوقتي عشان اشوف البريد لو في حاجه جات لي ولا حاجه، لان انا لسه في حاجات مرتبطه بالعنوان القديم بتاع البريد. انا هروح دلوقتي اشوف القصه، اشوف هعمل ايه تاني. كويس أوي زي ما توقعت الجواب اللي انا كنت مستني واصل. الجواب ده غالبا في الكارت بتاع المواصلات الجديد بتاع الترم، بس انا مش عارف هم عاملينه ليه كده. روح دلوقتي اشتري حاجة كلها على السريع النهاردة علشان بكرة ورايا حاجة. هقول لكم خلوا بكرة مفاجأة. المهم زي ما شفته اهوت الموضوع بتاع الكشف اللي هو حاجة بسيطة زي رجلي كده، ضفر بس بايظ، عايز تعمل له جراحة بسيطة، عايز يتشال الضفر، مش عارف اعملها في يوم وليلة. روحت اول امبارح وضيعت يوم كامل وما عملتش اي حاجة، وبعد كده النهاردة هو اتصلت واخدت معاد ورحت، ومجرد 5 دقايق ولا اقل من 5 دقايق عند الدكتورة جوه يعني أوضة الدكتورة، لكن استنيت ساعة الا ربع في المكان بتاع العيادة نفسها. وجيت اتصل بالجراح لقيت ان الوقت اتأخر فملحقتش اعمله. عايز اقوله لكم لما تيجوا المانيا حاولوا تكونوا سلام على قد ما تقدروا، يعني ما تعيوش فاهمين، لان بجد عطلة وحاجة فظيع يعني مزاولة جامدة جدا، انك انت عشان تعمل حاجة بسيطة لازم تضيع كذا يوم وتروح وترجع وبتاع وعلى الفاضي. يعني في مصر الموضوع ما كانش اخد ساعتين زمن في اي مستشفى خاص ولا حتى اي مستوصف كده، كانت خلصت، كنت دخلت عملت الدوفر وطلعت ولفولك كتب لك على مرهم ولا اي حاجة وخلصت العملية. لكن هنا الموضوع معقد. الأوضة مقلب زبالة عايز تروق، هغير واروقها اشوف هكلم اهلي ولا لا عشان اطمنهم يعني عملت ايه، لان هم متابعين معايا الحاجات ديت خطوة بخطوة. وانتوا عارفين الناس في مصر يعني الحاجات دي بتبقى بالنسبة لهم مربكة وعايزين يطمنوا على ابنهم وكده. خلاص تمام، يلا سلام سلام. خلصت كلام اهوت مع العيلة وكده وطمنتهم عليا وزي الفل كده، بتهيألي مفيش حاجة تانية عملتها في اليوم. كل عمله اللي انا ممكن اروح اعمل لي اكل ولا حاجة، لان انا ما اكلتش قد كده وطول اليوم بره. وبس تنسوش بقى ايه
السبسكرايب بقى واللايكات والحاجات ديت، وقولوا لي رايكم في المنظومه الصحيه في المانيا. ماشي، يلا سلام.